ما شاء الله، صوت البحر جميل. أحب أن أستمع إلى أصوات العصافير الجميلة. إن عرض المعلمة رائع، ولكن لماذا لا يوجد صوت؟ أعزائي الطلبة، اليوم سنتكلم عن كيفية إدراج صوت في عرضنا. يا سلام! الآن أحبائي، لدي سؤال. في الحصة السابقة تعرفنا على كيفية إدراج صورة. نرحب معا بالأستاذ محمد الذي سيشرح لنا كيفية إدراج صوت في برنامج العروض التقديمية. السلام عليكم، سأشرح لكم كيفية إدراج صوت في برنامج العروض التقديمية. إدراج الصوت. يمكنك برنامج باوربوينت من إدراج مجموعة من الوسائط ومنها الأفلام كما تعلمنا وكذلك الأصوات. فبإمكانك اختيار التبويب إدراج، ثم اختيار قصاصات الوسائط، ثم اختيار المجموعة صوت. هناك عدة طرق لإدراج الصوت داخل عرض الباوربوينت، منها اختيار صوت من ملف، ولا بد أن يكون لديك ملف صوت موجود على الجهاز. الآن حدد ملف الصوت المطلوب ثم اختر الأمر موافق. يسألنا برنامج الباوربوينت عن الطريقة التي نريدها لبدء تشغيل هذا الصوت في عرض الشرائح. الآن نختار تلقائيا ويمكننا تعديلها لاحقا. هذا هو الصوت. عند تحديد هذا الرمز، رمز الصوت، يمكننا معاينة الصوت. بسم الله الرحمن الرحيم. نلاحظ والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك يمكننا التحكم في مستوى الصوت، سواء كان منخفض أو مرتفع أو جعله عالي أو كذلك كتمة. ويمكن إخفاء رمز الصوت أثناء العرض، ويمكن تنفيذ حلقة مستمرة من الصوت بحيث يتم تشغيله بشكل مستمر إلى أن يتم الانتقال إلى الشريحة الأخرى. ويمكن عمل تشغيل الصوت تلقائي، وهو الأمر الذي جاءنا في البداية، أو عند الناقر عندما أنقر على هذا الصوت يتم تشغيله. ولدينا معلومة، يمكننا تحديد أقصى حجم لملف الصوت بكم كيلو بايت مطلوب. كذلك يمكن إدراج صوت آخر بطريقة أخرى من إدراج قصاصات الوسائط، اختيار الأمر صوت. وهنا سيتم اختيار إدراج صوت من كليب أورجانيزر. يمكننا الآن اختيار مثلا هذا الصوت. الآن يسألنا عن نفس الطريقة، ما هي الطريقة التي تريدها لبدء تشغيل هذا الصوت في عرض الشرائح؟ أيضا يمكننا اختيار تلقائي هذه المرة ليتم إدراج الصوت. لاحظ الرمز، هذا رمز الصوت رقم 2 اللي هو موجود من الكليب أورجانيزر. ويمكن تطبيق نفس الإعدادات عليه كما تعلمنا ذلك. كذلك يمكننا استخدام الأمر إدراج ثم صوت، وتشغيل مسار صوتي لقرص مضغوط موجود بالجهاز ليتم تشغيله. ويجب أن يكون متوفر لديك هذا القرص الذي يحتوي على ملفات الصوت.